الفرق ما بين انك انت تستخدم جافا سكريبت وبي اتش بي. الجافا سكريبت كلاينت سايد سكريبتنج لانجويج، لكن البي اتش بي سيرفر سايد سكريبتنج لانجويج. لو جينا كده جبنا اي ملف وورد مثلا، طيب الفرق ما بين الجافا سكريبت والبي اتش بي. اول حاجه ان الجافا سكريبت تعتبر كلاينت سايد سكريبتنج لانجويج، والبي اتش بي تعتبر سيرفر سايد سكريبتنج سكريبتنج لانجوج. تمام، لما بقول سكريبتنج لانجوج فهنا دي مش بروجرامنج لانجوج. في عندنا حاجه اسمها سكريبتنج لانجوج بتبقى مختصه بس في الجزء بتاع الويب. دي نقطه، يعني مثلا السي شارب فيها مع الاي اس بي دوت نت انت بتشتغل ويب، ومع ويندوز ابلكيشن انت بتشتغل ديسكتوب، مع مثلا حاجه الزامرين فانت بتشتغل موبايل ويندوز فون. فكل حاجة في، يعني لو انت هتكمل البلاتفورم اللي انت هتكمل فيه في حاجة مع السي شارب عشان تشتغل فيها بالحاجة دي، فهي بروجرامنج لانجوج، هي لغة البرمجة الأساسية اللي انت بتستخدمها في كل حاجة، بس مش لوحدها بتكتب بيها كل التكنولوجيز دي. لو جينا للبايثون برضو فهي بروجرامنج لانجوج، بس برضو لو انا عايز اشتغل بالويب مع بايثون فانت هتشتغل بديجينجو او فلاسك اللي هو الفريم ورك بتاع الويب اللي بتشتغل بيه مع البايثون. ولو انا عايز اشتغل ديسكتوب برضو ففي تكنولوجي معينه بتتعلمها عشان تشتغل ديسكتوب، لو موبايل ففي تكنولوجي معينه، لو مثلا ماشين ليرنينج في تكنولوجي معينه. فالفكره ان بايثون سي شارب تعتبر بروجرامنج لانجوج، لكن جافا سكريبت وبي اتش بي هما سكريبتنج لانجوج، وفي فرق ما بين الاثنين. والسكريبتنج لانجوج تعتبر نوع من انواع البروجرامنج لانجوج. تمام، يعني البيرنت الاب هو لغه البرمجه، التشايلد السكريبتنج لانجوج. لكن السكريبتنج لانجوج دول مقسومين لجزئين. طيب فالسكريبتنج لانجوج في عندنا نوعين، كلاينت سايد وسيرفر سايد. الكلاينت سايد اللي هي برمجه خاصه باليوزر او جهاز العميل، انما البي اتش بي سيرفر سايد خاصه بالسيرفر. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بينهم اول حاجه في الجزئيه بتاع الرننج، فهنا الابلكيشن الابلكيشن بيتعمل له رن على كلاينت بي سي، بي سي عادي اي فولدر في اي مكان. لكن بالنسبه للبي اتش بي الاب بيتعمل له رن على سيرفر، سواء سيرفر بي سي او ايا كان اي سيرفر. تمام، وهنشوف ازاي نعمل الجهاز بتاعنا في فولدر معين فيه يبقى سيرفر. طيب دي جزئيه، الجزئيه بتاعت الرننج. تاني حاجه الجافا سكريبت نفسها مسؤوله عن حاجات خاصه بالكلاينت سايد، الايفنتس الموجوده نفسها كلها كلاينت سايد. بمعنى لو في بروجكت موجود معانا كده
أداة تمبلت موجود معانا. كلاينت سايد في هنا مثلا ايفنت بيعمله اليوزر اللي هو الكليك، فالجافا سكريبت عملت لي عملت ايه، جابت لي الصوره اللي بعد كده. فانت بتعمل كليك على زرار معين ففي اكشن معين بيتم، ده كده جافا سكريبت. بضغط مثلا على زرار فالمفروض بيطلع لفوق كده، او السكرول بتاع الصفحه بيطلع لفوق، فده كده اكشن اتعمل بعد ايفنت معين. بتعمل مثلا فوكس جوه تكست بوكس فالمفروض في اكشن معين بيتم. تعمل بلور يعني لما تخرج بره تكست بوكس ففي اكشن معين يتم. حتى في الجزئيه بتاعه اللوجن، يعني لو انا كده فتحت الفيسبوك كويب سايت، من ضمن الايفنتس اللي ممكن تبقى موجوده هنا هي البلور والفوكس. الفوكس يعني لما ادخل جوه تكست بوكس، بلور يعني اخرج بره التكست بوكس. فممكن من ضمن الاكشنز اللي تحصل ان هو يشوف القيمه اللي مكتوبه جوه اي زرار، لو القيمه دي ما بتمثلش ايميل فيطلع لي هنا رساله ويقول لي مجرد ما اخرج كده في حاله البلور يقول لي لا التكست اللي مكتوب جوه ده مش ايميل، او التكست اللي مكتوب هنا ما يعتبرش باسورد قوي. فدي من ضمن الاكشنز اللي ممكن تتعمل جافا سكريبت، كلها حاجات خاصة بالكلاينت اليوزر العادي، لان هي ممكن تختلف من يوزر ليوزر. لان ممكن يوزر يكتب لي هنا الايميل مظبوط، فلما يعمل بلور يعني لما يخرج بره التكست بوكس فما يظهروش اي خطأ، لكن في يوزر تاني او كلاينت تاني يكتب الايميل او القيمة اللي هنا غلط، فلما يخرج بره التكست بوكس فالمفروض ان هو الرساله اللي بتظهر بتكون مختلفه. فالموضوع بيختلف من كلاينت للتاني، تمام. فعشان كده قلنا ان الجافا سكريبت كلاينت سايد سكريبتنج لانجوج هي بتهتم ان هي تعمل اكشن على كل ايفنت يعمله اليوزر او يعمله الكلاينت العادي على جهاز الكلاينت، لان كل جهاز المفروض الاكشن اللي هيحصل فيه او الايفنت اللي هيحصل فيه هيختلف عن الايفنت اللي يعمله كلاينت على بي سي تاني، فلذلك الاكشن هيختلف. انما البي اتش بي سيرفر سايد، طب تعال نشوف سيرفر سايد من ناحيه الكود كده. انا هنا هدخل ايميل، هقول مثلا احمد عليكم السلام الحمد لله على السلامة. كتبت ايميل معين هنا هو، والباسورد هكتب 1 2 3 4 5 6. نيجي بقى من ناحية البي اتش بي او من ناحية السيرفر سايد، ادى الايميل والباسورد وهعمل تسجيل دخول. شوف بقى من ناحيه البي اتش بي او السيرفر سايد سكريبتنج لانجوج، المفروض ان هو بياخد الداتا دي اللي موجوده في الحقول ويعمل ايه بقى، يروح للسيرفر الداتابيز موجوده فيه، يشوف في الداتابيز الجدول اللي المفروض فيه الداتا اللي هو جدول اليوزرز، يدخل لجدول اليوزرز يشوف الايميل اللي موجود هنا في العمود بتاع الايميلات، هل الايميل ده موجود ولا لا. طيب لو الايميل موجود فهيقارن لنفس اليوزر في نفس الصف، هل الباسورد متطابقه اللي هي الباسورد دي والباسورد بتاعت نفس اليوزر ولا لا. ده السيناريو اللي هيتم في تسجيل الدخول. السيناريو ده بيختلف من زرار لزرار، يعني زرار تسجيل الدخول الجزء بتاع الباك اند بتاعه بيختلف عن الزرار مثلا بتاع اليوزر الجديد، فالسيناريو اللي هيتم مختلف، الجداول اللي انت هتعمل عليها اكسس مختلفه.
الزرار بتاع اد تو كارت، تضيف المنتج ده لعربة التسوق، هي السيناريو اللي موجود فيه هيختلف. فبرضو هنا البيانات المفروض ان هي بتروح للسيرفر، بيرجع كمان بيانات من السيرفر برضو. يعني احنا بنعمل ايه في السيرفر؟ اما ان احنا بنضيف بيانات، بنعمل جملة انزيرت او بتعمل ديليت، بتمسح يوزر مثلا او بتعمل ابديت، بتعمل مثلا زي فورجيت الباسورد فبتعدل الباسورد، فهنا دي جزئيه ابديت، او سيلكت يعني بتختار بيانات او بتعرض بيانات من الداتابيز. فدول الاربع حاجات الاساسيه اللي انت هتعملهم في الداتابيز: انزيرت وديليت وابديت وسيلكت. طيب فالداتابيز موجود على السيرفر، فلذلك دايما لما بتيجي تعمل ران لكود بي اتش بي بتروح للسيرفر وترجع تاني. فلازم اول حاجة ان انت تبقى موجود على السيرفر، تاني حاجة الكود نفسه بتروح للسيرفر وبترجع تاني. تاني كده يا جماعة، الفرق ما بين الجافا سكريبت والبي اتش بي، دي كلاينت سايد سكريبتنج لانجوج ومهتمة بس بالجزء بتاع الفرونت اند. البي اتش بي الجزئيه بتاعه الباك اند. الفرونت اند اللي هو الجزء بتاع التصميم، الباك اند اللي هو الجزء بتاع البرمجه. عشان تعمل راننج لكود جافا سكريبت بترن على جهاز بي سي عادي، لكن عشان تعمل راننج الكود بي اتش بي لازم تبقى موجود على سيرفر. الداتا نفسها او الزرار نفسه اللي انت بتنفذه كباك اند، المفروض ان هو بيجيب بيانات من السيرفر او بيعرض بيانات وخلاف. طب دي اول جزئية اللي هو ايه اصلا البي اتش بي. طيب نيجي للجزئية اللي بعد كده، ازاي نعمل انستول للبي اتش بي. يعني انا طول ما انا شغال فرونت اند باي حاجة بقى، فالمفروض انت بتحتاج الاديتور والبراوزر. الاديتور اللي هو فيجوال ستوديو كود، والبراوزر اللي هو جوجل كروم او اي براوزر تاني. لكن بالنسبة لبي اتش بي فاحنا هنشوف هنا انت بتستخدم اديتور وبراوزر لكن بالنسبة للبي اتش بي فانت بتستخدم اديتور وبراوزر اباتشي اللي هو السيرفر والبي اتش بي لانجوج اللي هي اللغه نفسها بتاع البي اتش بي السنتكس، لان السنتكس مش موجود معانا، وماي سيكوال لان احنا هنتعلم بقى ازاي نعمل قواعد بيانات. طب ايه الجزئيه بتاعت ماي سيكوال دي؟ انت كفرونت اند مفيش داتابيز بتتعامل معاه، لكن بالنسبه للبي اتش بي انت بتتعامل مع داتابيز. فهنشوف برضو انت لما بتاخد الجزء بتاع الباك اند بتاخد الاساسيات بتاعه البي اتش بي نفسها اللي هي اللغه، والاساسيات بتاعه ماي سيكول اللي هي قواعد البيانات، وبتاخد حاجه اسمها الكونكشن ازاي تربط ما بين الاثنين، بمعنى ازاي بكود بي اتش بي اضيف بيانات وامسح بيانات من داتابيز واعرض بيانات من داتابيز وخلافه. تمام. طيب الحاجات دي بقى عايزين نجيبها. طبعا اول حاجه الاديتور، فاحنا بنستخدم فيجوال ستوديو كود. البراوزر، فانت قدامك اي براوزر وليكن جوجل كروم. الاباتشي او السيرفر، فانت هتستخدم برنامج اسمه الزامب عشان يقوم بدور السيرفر. طب هيخلي لي الجهاز بتاع السيرفر؟ هو مش هيخلي الجهاز بتاعك سيرفر، لان هو جهاز عادي، هو في فولدر معين هيكون الجهاز بتاعك لما بتحط فيه البروجكت بيبقى كانه موجود على سيرفر. طيب تعالوا نعمل له انستول، او تقريبا معمول له هنا انستول. البرنامج اسمه الزامب، زامب اهون. هنضغط على داونلود. تمام مش موجود، كويس. هنضغط على داونلود. بعد كده هتيجي للفيرجن، يفضل الاخر فيرجن، هعمل له داونلود.
النت ماله. طيب بعد ما تعمل داونلود للابليكيشن، المفروض ان هو ابليكيشن عادي خالص. الابليكيشن اما ان هو بيتسطب في السي او بيتسطب في الدي او اي بارتيشن تاني يعني، فاما ان هو يتسطب هنا في السي او اي بارتيشن تاني من الموجودين على الجهاز. السؤال، البرامج بتاعتك لما بتيجي تسطبها بتسطبها على السي. طيب لو البرنامج المفروض الملفات بتاعته بتبقى محفوظة في السي، فانت بتخاف ان النسخة تقع مثلا فبتنقله في فولدر تاني، او كل شوية بتنقل الحاجة دي من مكان لمكان. لكن مع اي برنامج تاني سهل ان انت تنقل الملفات من مكان لمكان، لكن بالنسبة للسيرفر فلازم الملفات موجودة في السيرفر على طول. فهل هتقعد تاخد منها كوبي كل شوية؟ لا. والمنطق بيقول ان انت تاخد البرنامج نفسه تسطبه في بارتيشن غير البارتيشن بتاع السي، عشان لو النسخة وقعت يبقى السيرفر بتاعك انت هتعمل نسخة جديدة، والسيرفر يعني يعني هتلاقي الملفات كلها موجودة، الفولدر بحاله موجود جوه دي زي ما هو، تمام، بالداتابيز بقى كل حاجة. لان النسخة لو وقعت كل الداتابيز اللي موجودة، كل الويب سايتس اللي موجودة، كل ده هيتشال. طيب فدي اول نقطة، تسطب البرنامج فين؟ في اي بارتيشن غير السي. نيجي للنقطة التانية، انت الانستول بيبقى نيكست نيكست عادي، مفيش فيه اي مشكلة. بعد ما بيحصل ما بتعمل انستول هتلاقي فيه فولدر في المكان اللي انت اخترته، سواء السي او الدي، البارتيشن اللي انت اخترته، فولدر اتكريت اسمه زامب. زامب اللي هي احنا هنا مسطبين الزامب في السي يا جماعة، ادا الزامب هون، ده الفولدر بتاع الزامب. طب انا عايز اعرف مكان السيرفر فين؟ السيرفر هيبقى موجود في فولدر الزامب، في فولدر اسمه hddocs. جوه hddocs اي فولدر كأنك انت موجود، كأنك انت حطه على السيرفر. عليكم السلام. كأنك انت حطه على السيرفر، تمام، يعني فولدر الداشبورد، فولدر ايمج، اي فولدر هنا كأنه هو موجود على السيرفر. بس ازاي بقى بعمل رن لاي فايل موجود على السيرفر يا شباب؟ يعني اي عايز اعمل رن لاي فايل موجود على السيرفر هعمل ايه؟ يعني انا مثلا هنا هعمل فولدر اسميه بي اتش بي، جوه الفولدر ده هعمل فولدر تاني اسميه ليسون 1، جوه ليسون 1 هعمل فايل جديد، او هفتح الفولدر كله في فيجوال ستوديو كود، وهعمل هنا فايل اسميه اندكس، فايل جديد هسميه اندكس دوت بي اتش بي. الامتداد بتاعنا دلوقتي هيبقى ايه؟ بي اتش بي. طيب نرجع بقى للمسار بتاعنا، يبقى انا جوه اتش تي دوكس في فولدر عملته اسمه بي اتش بي، في فولدر جواه ليسون 1، وبعدين الملف بتاع الاندكس. دايما لما بتيجي تدخل لو في سيرفر او استضافة وبتدخل على فولدر او مسار معين والفايل وفي فايل اسمه اندكس فبيدخل ليه مباشرة، زي ما كنا بنرفع الملفات على الجيت هاب يا جماعة، في فايل اسمه اندكس فبيدخل على الفايل يعمل له ران على طول، تمام. طيب نيجي بقى عشان نعمل ران لفايل مكتوب ببي اتش بي على السيرفر اللي هو الزام. بعد ما بتعمل داونلود وانستول بتفتح الزام، بنفتح الزامب بالشكل ده، وبعدين تضغط ستارت لاباتشي اللي هو السيرفر، وستارت لماي سيكول. الاباتشي اللي هو السيرفر، يبقى انت كده بتقول له ان انت عايز تخلي يعني الجهاز بتاعك الفولدر بتاع الاتش تي دوكس ده يبقى هو السيرفر بتاعك اللوكال.
هنا بيقول السيرفر ده موجود على البورت 80، تمام. الماي سيكول برضو البورت بتاعها 3306. جزئية البورت دي يعني ممكن لو انت مسطب حاجة غير ماي سيكول، يعني حد مثلا في حاسبات وبيستخدموا هم مثلا السي شارب مع السيرفر اللي هو اي اي اس، الناس اللي بيستخدموا اي سي بي دوت نت وسي شارب بيستخدموا سيرفر اي اي اس، اي اي اس سيرفر. فالاي اي اس سيرفر لو هو واخد البورت 80 وهم مثلا بيستخدموا سيكول سيرفر للجزئيه بتاع الداتابيز، فالسيكول سيرفر واخد البورت اللي هو 3306، فاحنا بيبقى الناس دول عندهم مشكله. تلاقي فيه هنا اللون ده احمر هنا بالشكل ده. طيب دول يعملوا ايه؟ بيجي من الكونفيجريشن وعشان يغير البورت اللي هو 80 ده، بيدخل على ال http.conf وبعدين بيعمل find للبورت اللي هو 80. لا هنا ايه، نقطتين فوق بعد 80 هيغيرها لحاجة تانية، وليكن 80 8000 اي حاجة، تمام. وبالنسبة للبورت اللي هو 3306 هنغير من my.any، هتيجي تعمل edit وfind للبورت اللي هو 3306 يا جماعة البورت هنغيره بحاجة تانية. ده لو حصل مشاكل في الجزئية بتاع البورت نفسه، انت مسطب حاجة واخدة البورت ده، تمام؟ ما حصلش حاجة فانت بتعمل بس ستارت الاباتشي وماي سيكول. خد بالك انت لو جيت تعمل رن للفايل من غير ما تبقى فاتح السيرفر مش هيتعمل له رن، لان هو البي اتش بي لازم تعمل رن للفايل على سيرفر والسيرفر يكون مفتوح، تمام. طيب بعد كده اضغط على الجزئية بتاعت ادمن هنا، ادمن هنا بيفتح لك السيرفر، تمام. طيب لو انا ضغطت على ادمن من ماي سيكول هيفتح لي الجزئية اللي اقدر من خلالها اعمل داتابيز اللي هي بي اتش بي ماي ادمن، اللي هي بتقدر من خلالها تعمل داتابيز جديد. تاني كده الجزئية بتاعت ادمن فتح لي لوكال هوست سلاش داشبورد، وفعلا جوه ال HD docs، فاكرين الفولدر بتاع ال HD docs لما قلت ان ده السيرفر، في فولدر اسمه داشبورد هنا اول، وجوه داشبورد دخل اوتوماتيك على الملف اللي هو اللي اسمه اندكس، تمام. طيب بالنسبة لل localhost slash php my admin، localhost slash php my admin هو المفروض زامب، وبعدين هتلاقي فيه فولدر اسمه php my admin. الداتابيز موجودة في الجزئية دي، او ال php my admin موجود في الجزئية دي. طب ايه الفرق ما بين mysql و php my admin؟ هو المفروض الزامب اللي احنا بنستخدمه بيعمل لك انستول لاباتشي اللي هو السيرفر، وبيعمل انستول للبي اتش بي لانجوج، وبيعمل انستول لماي سيكوال داتابيزز، وبيعمل انستول لبي اتش بي ماي ادمن اللي هو يعتبر داتابيز مانجمنت سيستم، نظام اداره قواعد بيانات خاص بماي سيكول. طيب يعني طب ايه الفرق ما بين ماي سيكول وبي اتش بي ماي ادمن؟ بي اتش بي ماي ادمن يعتبر جي يو اي، شاشه رسوميه، لان انت عشان تعمل داتابيز باستخدام ماي سيكول فانت هتعمل انستول لماي سيكول، وبعدين تيجي كده في السي ام دي تكتب له ان انا هعمل كرييت لداتابيز اسمها كذا، هعمل انزيرت في جدول كذا، هعمل كرييت تيبل جديد في الداتابيز اللي اسمها كذا، انزيرت الجدول اسمه كذا في الداتابيز بتاعتي،
او انزيرت او اضيف مثلا اعمده معينه، اضيف صفوف معينه في التيبل اللي في موجود في الداتابيز الفلاني. فالاوامر كلها بتبقى بتتكتب فين؟ في السي ام دي. بي اتش بي ماي ادمن هي عباره عن جي او اي، يعني زي ابلكيشن كده انت بتستخدمه عشان تقدر تعمل داتابيز او تستخدم الداتابيز بتاعت ماي سيكوال بجي او اي، شاشه رسوميه بدل ما تشتغل على السي ام دي. واضح كده يا شباب؟ طيب نيجي بقى كده نشوف. احنا طبعا الجزء بتاع بي اتش بي ماي ادمن ده هتيجي تضغط على نيو مثلا عشان تعمل داتابيز جديده، وجوه الداتابيز بتعمل جداول كده كده. بعد ما ناخد بي اتش بي هندخل على ماي سيكوال. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل ران للفايل اللي هو البي اتش بي اللي احنا عملناه. ادا لوكال هوست سلاش داشبورد، ولوكال هوست داشبورد موجود فين؟ جوه الزامب اتش تي دوكس، ده المكان بتاع السيرفر، اي فولدر فيه كانه موجود على السيرفر. طيب داشبورد جنبه مين؟ بي اتش بي اللي انا لسه عاملاه، صح؟ طيب يعني انا بدل داشبورد، يعني بدل اللينك اللي هو مكتوب هنا داشبورد ده، هكتب افتح لي الفولدر بتاع البي اتش بي. فقال لي الفولدر ده موجود فيه مين؟ فولدر اسمه ليسون 1. طب لما ادخل على ليسون 1 فتح لي صفحه فاضيه، لان انا فعلا صفحه اندكس فاضيه قدامي. وهنا يبقى كده عمل ران للفايل البي اتش بي، تمام؟ طيب نيجي للجزئيه بتاعت ايه. احنا طبعا عندنا لو انت عايز تعمل ران للسيرفر فبتكتب كلمه لوكال هوست بس، بيعمل لك ريدايركت، يعني بيعيد التوجيه بتاع اللينك بتاع كلمه لوكال هوست، بيعمل لها ريدايركت وبيدخلك على لوكال هوست سلاش داشبورد. عايز تدخل لفولدر معين زي بي اتش بي اللي انت عملته عندك، فانا دخلت على بي اتش بي، عرض لي بقى كل الفولدرات والملفات اللي موجوده جواه. لو في فايل اسمه اندكس جوه اي فولدر فبيدخل عليه اوتوماتيك. مفيش فايل اسمه اندكس والملفات اساميها مختلفه عن اندكس فبيعرض لك الملفات، انت تدخل تضغط على الملف اللي انت عايز تعرضه. طيب ليسون 1 موجود فيه فايل اسمه اندكس، فلذلك عرض لي ليسون 1، عرض لي الملف بتاع اندكس اللي موجود جوه ليسون 1. برضو بنفس الفكره لو انا كتبت له اندكس دوت بي اتش بي اللي هو الاسم بتاع الملف والامتداد، فتح لي برضو الملف، وهو الملف كده كده في كل الاحوال فاضي. طيب نبتدي نكتب كود بقى. ال HTML يا جماعه عشان المكونة من مجموعة من التاجز. هذا تاج ال HTML والقفلة بتاع ال HTML، وطبعا هنا الملف بتاعنا ايه؟ PHP. طب الملف PHP، فلذلك انا مش عارف اعمل ال starter template. لا موجود هنا اهو ال starter template بتاع ال HTML هتعمله عادي، لكن ال auto complete بتاع ال HTML مش شغال. طب ليه؟ لان انت هنا قايل ان الملف الامتداد بتاعه PHP. طيب بما ان الملف بتاعنا بي اتش بي فالاوتو كومبليت بتاع البي اتش بي شغال. طيب البي اتش بي بيتكتب فين؟ يعني الاتش تي ام ال اللي احنا شفنا المره اللي فاتت واللي قبلها ان الاتش تي ام ال الصفحه بتاعتي، السي اس اس بيتكتب اما تاج ستايل هنا او تاج لينك. وبتحط هنا المسار بتاع الملف. وبالنسبه للجافا سكريبت قبل قفله البادي يفضل بتعمل تاج اسمه تاج السكريبت او تاج سكريبت، وتزود الاتريبيوت بتاع السورس هنا. بالشكل ده، تمام؟ طيب ده كده المكان بتاع السي اس اس والطريقه والتاج بتاع السي اس اس. ده هنا التاج بتاع الجافا سكريبت، تكتب المحتوى بتاع السي اس اس هنا او في الملف ده، هنا او في الملف ده. طب بالنسبه للبي اتش بي بيتكتب فين؟ وهل في مكان مفضل يتكتب فيه؟ بيتكتب في اي مكان، جوه هيد، جوه بادي، بره الصفحه او قبل الاتش تي ام ال او بعد الاتش تي ام ال، في اي مكان، تمام؟ طيب التاج البي اتش بي بيتكتب ازاي؟ ده الشكل بتاع التاج البي اتش بي.
شايفينه ولا اكبر كمان؟ تمام، ده الشكل بتاع التاج البي اتش بي، علامة اكبر من واصغر من، علامتين استفهام وما بينهم البي اتش بي. في النص هنا بتكتب الكود بتاع البي اتش بي بتاعك. طيب عايز اعرف متغير او اطبع كلمة الاول، فبتستخدم كيورد اسمها ايكو. ايكو بنستخدمها للطباعة. هنا بقى طول ما انت شغال في الجافا سكريبت هتلاقي نفس السينتاكس اللي انت خدته في الجافا سكريبت او في اي لغة برمجة، لان اي لغة برمجة فيها الاول بنشوف نطبع متغيرات ازاي، ازاي اعرف متغير، انواع المتغيرات، الاوبريتورز، الكونديشن اللي هو الشرط اف والس، اللوب اللي هو الفور والوايل والدو وايل، الجزئيه بتاعه الداتا تايبس بما فيها بقى من اري واوبجكت وديت وكل حاجه. قلنا الكونديشن، الاوبجكت، الجزئيه بتاع الايرور او التراي او الاكسبشن، هتلاقي فيها نفس اللي كان موجود في اي لغه برمجه كسينتاكس كمعنى، كانك بتدرس لغه عاديه. يعني انت لما بتيجي تدرس مثلا انجليزي، طبعا احنا عارفين الانجليزي، طب نشوف مثلا الماني او فرنساوي، اي لغه تانية برضو هتلاقي الطريقه بتاعت انك انت تدرسها واحده، بناخد الاول الحروف، بعد كده بنشوف الافعال الاساسيه، الازمنه، الصفات الاساسيه عشان نقدر نوصف حاجه، نشوف مثلا الاماكن، التواريخ، المدن، الحروف الجر. فدي طريقه ثابته، وتبتدي تدخل لمواضيع بقى، يعني في درس عن الطقس، درس عن العيله، درس عن مثلا المدن، درس عن وسائل المواصلات. ودي الطريقه اللي انت بتشتغل بيها في اي لغه برمجه. فده السنتكس اللي هي الحاجات اللي المفروض انت بتدرسها. فالسنتكس واحد، تدرس تعريف المتغير، طباعه الجمله، تدرس اللوب، تدرس الاوبريتورز، تدرس الكونديشن، كل حاجه بقى. فالسنتكس واحد، انما السيمانتك اللي هي طريقه الكتابه بتختلف من لغه للتانيه. طول ما احنا شغالين هنا بقى هنشوف ايه الفرق. يعني الحاجه دي كده هقول لكم كنا بنستخدمها في الجافا سكريبت ازاي. تمام. طيب جمله الطباعه في الجافا سكريبت كنا بنستخدم اربع حاجات بحالهم، اللي هم كونسول دوت لوج ودوكيمنت دوت رايت، وقلنا يفضل ما تستخدمهاش، وانر اتش تي ام ال، وكمان مين؟ الاليرت. الاربع طرق اللي احنا بنطبع بيهم قيمه بس عندنا في البي اتش بي، اما ايكو او برنت، ويفضل تستخدم الايكو، وهي اللي بنستخدمها على طول. بس كده. بس كده بنكتب ايكو، والجمله اللي انت عايز تطبعها لو هي نص ما بين دبل كوتيشن بالشكل ده، Welcome to first PHP page. وفي آخر كل جملة لازم يبقى عندنا سيمي كولون. تمام؟ خد بالك هنا السيمي كولون لو نسيتها في الجافا سكريبت ممكن تعديها. ما أنا بقول لك يعني لو نسيت فيها السيمي كولون ممكن تعديها. تمام؟ السطر تاني ازاي؟ لا انا بقول الجافا سكريبت، انما هنا البي اتش بي السيمي كولون تعمل لك ايرور. تمام؟ طيب وخصوصا لما يبقى في سطر تاني جاي وراها، انما لو هي اخر حاجه عادي مفيش مشكله. تمام؟ طيب عايزين نرن الفايل ده يا جماعه، هنعمل ايه؟ هنفتح اللوكال هوست، هتكتب الاول في اي براوزر لوكال هوست، بعد كده اسم الفولدر اللي انت جواه ابتداء من الاتش تي دوكس. يعني انا اروح افتح الاتش تي دوكس، ادا زامب اتش تي دوكس، ادا الفولدر اللي انا فيه بي اتش بي، فاروح اكتب لوكال هوست سلاش بي اتش بي، بيقول لي في فولدر اسمه ليسون 1، دخل على طول وترجم لي الجمله لويلكم تو فيرست بي اتش بي بيج. طيب لو انا يعني واحد يقول لي يعني احنا ما عندناش هنا ان احنا نعمل ران للملف البي اتش بي ببراوزر، يعني لو انا جيت كده قلت له اوبن ويز وفتحت البراوزر اللي هو مثلا فايرفوكس مثلا،
ما فيش حاجة تعمل لها راننج يا جماعة. هي لو انت فاتح ببراوزر تاني ممكن تلاقي الكود اللي هو الكود البي اتش بي نفسه مكتوب كمان. طيب فلذلك لان عموما البي اتش بي بيتعمل لها ران على مين؟ على السيرفر وبس. فهي دي الطريقة الوحيدة اللي انت تقدر تعمل بيها ران لفايل بي اتش بي. تمام؟